في الفترة الأخيرة المجلس ركز على الجانب التشريعي، وهي قضية مهمة جدا، والجانب التشريعي جانب مهم، وهو أحد الأدوار الرئيسية البرلمانية الذي يقوم فيها أعضاء مجلس الأمة، وأنجز الكثير من القوانين، وإن كان بالنسبة لي شخصيا عندي العديد من الملاحظات على القوانين التي أنجزت، ويمكن تجميع القوانين كلها في فترة محدودة قد يكون هذا الحساب جودة القانون نفسه، ولذلك هاي الملاحظة. أما الإنجاز التشريعي وحرصنا بلا شك أن إحنا بهذا الاتجاه، وعندنا حرص أن في المستقبل نركز على قوانين ننجزها، ونأمل أن إحنا كذلك نخطو في ذات الخطوات أن نركز على الإنجاز التشريعي.